Marhaban, Servus, mein Name ist Gabi Gavri. Seit 3 Jahren bin ich in Deutschland, in meinem Heimatland in Syrien, an der Universität Aleppo habe ich Humanmedizin studiert. Außerdem habe ich als Journalist gearbeitet. Bei Channel Welcome fange ich jetzt an, Beiträge ins Arabische zu übersetzen, weil wir glauben, dass dies eine große Hilfe ist für Menschen aus arabisch sprechenden Ländern, die hierher gekommen sind und noch nicht gut Deutsch sprechen können. Es soll aber auch für Menschen, für Deutschen dienen, die sich für die arabische Sprache interessieren und bei dieser Gelegenheit ihre Sprachkenntnisse verbessern können. Jetzt fang ich jetzt an aus der Serie Arrivals. Und in den nächsten folgenden Sendungen werde ich euch mich und mein Leben ein bisschen ausführlicher vorstellen. Marhaban, اسمي Gabi Samir Gawri. أنا أعيش منذ 3 سنوات ونصف في ألمانيا. أنا سوري من مدينة القامشلي. ولقد عملت سابقا في إحدى القنوات السريانية التلفزيونية كصحفي. ولقد عدت الآن هنا في ألمانيا إلى المجال الصحفي من خلال العمل في إحدى القنوات التلفزيونية أو القنوات اليوتيوبية. وبالطبع نحن في قناة Channel Welcome نريد أن نقدم المساعدة للعرب وللمهاجرين القادمين من الدول العربية والراغبين بتعلم اللغة العربية. كما إننا على يقين تام بأن هذه المقاطع أو المشاهد اليوتيوبية ستكون مساعدة أيضا للمجتمع الألماني أو للشعب الألماني الراغب أو الذي لديه الرغبة بتعلم اللغة العربية. ولهذا أعزائي المشاهدين أنا اليوم أبدأ بعملي هذا في القناة Channel Welcome وسأعرف لكم عن نفسي وعن حياتي قليلا في الحلقات القادمة متمنيا لكم أعزائي المشاهدين المشاهدة ممتعة. مرحبا بكم في القادمين من قناة الترحيب. في هذه الحلقة سنتداول قواعد السلوك في ألمانيا. في ألمانيا الديانة ليست قضية متعلقة بالدولة وإنما هي قضية شخصية. الحرية الدينية هي واحدة من أهم الجوانب في الدستور الألماني. ألمانيا هي الموطن للكثير من المجموعات العرقية والدينية وللكثير من العقائد الاجتماعية والسياسية المتباينة. فقط الاحترام المتبادل والتسامح يسمحان لنا أن نعيش بأمان مع بعضنا البعض الآن أو في المستقبل في ألمانيا. من فضلك دع خلفك الكراهية والأفكار الانتقامية التي لعلك قد أحسست بها ذات مرة في بلدك الأم، وحاول أن تبدأ هنا حياة أكثر أمانا حتى لو كان عليك أن تنتظر طويلا لحين حصولك على وثائقك أو على تصريح الإقامة. وحتى لو كان مسكنك لا يلائم نوعية حياتك السابقة، تذكر بأن عددا كبيرا من القادمين الجدد في ألمانيا يواجهون أيضا تحديات كبيرة. وتذكر أيضا أن أغلبية السكان في ألمانيا ليسوا ضد الأجانب. اللغة الألمانية هي لغة صعبة، ولكي تتمكن من تطوير نفسك بها اقرأ واكتب باللغة الألمانية وقم بزيارة دورات اللغة وتجرأ على أن تتكلم بالألمانية حتى ولو كنت تقترف أخطاء. في كل بلد يسعد الناس حين يحاول الأجانب التكلم بلغة دولتهم. ومن الأهمية بمكان هو أن لا يتحدث المرء بصوت عال في الأماكن العامة أو في المطاعم. في ألمانيا على المرء أن يحترم الخصوصية الفردية، فالمحادثات الصاخبة يمكن أن تكون مزعجة. النساء والرجال في ألمانيا متساوون بشكل كلي، فالشرطية تنال الاحترام ذاته كالشرطي والطبيبة كالطبيب. في ألمانيا لدى المرأة المسلمة الحقوق نفسها التي للرجل المسلم، فهي تستطيع أن تقرر لوحدها من ستتزوج وأيضا متى تريد أن تتطلق.
وفيما إذا كانت ترغب أن ترتدي الحجاب أم لا فهي تقرر لوحدها ذلك. في ألمانيا لا يهم إطلاقا ما هو جنس الإنسان، ولا يهم أيضا ما هو لون بشرته أو ما هو ميله الجنسي، فالكل لديهم الحقوق ذاتها. يحق للرجل أن يعيش مع شريك ذكر، ويحق كذلك للمرأة أن تعيش مع امرأة أخرى. من فضلك اقبل ذلك حتى لو كان ذلك بالنسبة إليك غريبا وغير مقبول. ليس مسموحا إهانة الناس بالكلمات والقيام بتعليقات جنسية ما تجاه النساء، أو حتى لمسهن دون أخذ موافقتهن. التحرش الجنسي يعاقب عليه القانون في ألمانيا، والعنف المنزلي ممنوع. لا يجوز ضرب النساء والأطفال في ألمانيا، ومن يقوم بذلك فهو يعرض نفسه للمساءلة القانونية. ألمانيا لديها واحدة من أعلى معدلات الضريبة في العالم. المساعدة الاجتماعية تدفع من قبل الناس التي تعمل، وذلك لتقديم الدعم لأولئك الذين لا يعملون، وللناس العجزة والمرضى. يمكن لهذا النظام أن يعمل فقط عندما يشتغل الناس الأصحاء ويدفعون الضريبة. في ألمانيا من الهام أن يلتزم الشخص بالمواعيد وأن يكون دقيقا. القيام بتعليم مهني يستغرق غالبا وقتا طويلا، وهو أكثر صعوبة من باقي البلدان الأخرى، إلا أنه أفضل بكثير من القيام بعمل غير تأهيلي. إذا كانت لديك مشاكل ما مع مؤجرك أو مع صاحب عملك أو حتى في عائلتك، يوجد في كل مكان في ألمانيا مراكز استشارة تكون تحت تصرفك لتساعدك بذلك. اذهب إلى هناك حينما تحتاج مساعدة ما. يتم فصل القمامة في ألمانيا ويعاد تصنيعها مرة أخرى. الأوراق ترمى في حاويات الورق، والزجاج في حاويات الزجاج. من فضلك اقبل ذلك وقم أنت بهذا أيضا، حتى لو كان ذلك لربما غير اعتيادي بالنسبة لك في وطنك الأم. شكرا لمشاهدتكم. اشترك في القناة من فضلك لكي يصلك كل جديد من سلسلة الوافدين.